كان مفترضا أن يكون مناسبة للفرح والبهجة تستقبله عائلات غزة اليوم بجو يسوده الحزن والتشاؤم. الحلوى والهدايا التي كان من عادة الفلسطينيين أن يستقبلوا بها عيد الفطر احتفالا بإكمالهم عباداتهم في شهر رمضان المبارك استبدلت هذا العام بدمعة تأبى أن تذرف ولقمة يأكلها العديد من أهل غزة بانكسار وحسرة في ملجأ أو مأوى بانتظار العودة إلى بيوتهم المدمرة في وقت قريب. يعني احنا بدنا نشتري لأولادنا واعي، فيش محلات، فيش إشي، فيش فلوس نشتري، كمان فيش فلوس نشتري لأولادنا لأنه طلعنا وسبنا فلوسنا وهذا في بيوتنا ما لقيناش ولا حاجة. التصعيد الإسرائيلي والحملة على غزة التي تزامنت مع حلول شهر رمضان هجرا مئات العائلات ودمرا أحياء برمتها في القطاع وأبت إلا أن تطغى بآثارها على الغزيين وتنسيهم أن العيد قد أتى وإن لم يمر من هنا. تقدر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عدد من أصبح بلا مسكن في القطاع بحوالي 170 ألفا يتوزعون على المدارس والمستشفيات والملاجئ. أطفالنا هم مميزين في هذا العيد بحكم الحرب اللي دمرت بيوتهم، دمرت ألعابهم، دمرت أحلامهم، دمرت إخوتهم، قتلت أخواتهم، قتلت أبهاتهم. شيء طبيعي، لا يوجد فرحة عند أطفالنا بحكم الحرب اللي تشن علينا في قطاع غزة. أما البقية من لم يغادروا بيوتهم فهم لم يكونوا بحال أحسن من غيرهم، فالحياة معدومة ومتوقفة كليا هنا على الرغم من إصرار البعض على التمسك بآمالهم إلى النهاية متحدين بذلك كل ويلة الحروب والظروف.